الخير يا ابطال الصف الثالث المتوسط، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم وصلنا للحلقه الاخيره من المراجعه المركزه بالنسبه لطلاب الدور الثاني. هاي المراجعه اليوم الحلقه الاخيره اللي راح تضمن لك بقيه الانشاءات وبقيه القصص، يعني اللي بقانا شنو؟ قصص الوحده الخامسه والسادسه والسابعه، واللي بقانا انشاءات الوحده الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه. فباقينا ثلاث قصص وباقينا خمس إنشاءات. فعلى بركة الله نبدأ بإنشاء الوحدة الرابعة. طبعا إنشاء الوحدة الرابعة جاء بالدور الأول، فما أتوقع أنه راح يكرروا بالدور الثاني مباشرة، بس ما يعني الله أعلم، ممكن يجي، ممكن أبو الوزاري يفكر أنه يكرر مرة ثانية، كل شيء يصير. بس بشكل عام أنه اللي يجن بالدور الأول على الأغلب 99% ما راح يجن بالدور الثاني، بس ماكو شيء مستحيل وماكو شيء مستبعد. بس إذا تقول لي من ناحية الأهمية، مثلا برنامج تلفزيوني هذا ايضا اجى بالدور التمهيدي بالنسبه لطلاب التمهيدي. يعني زين، فعندنا انشاء الوحده الرابعه يقول write about your life. انت من تشوف كلمه your life بالعنوان، يعني تكتب عن من؟ عن حياتك. فتبدي تكتب عن حياتك، يقول I was born in Iraq، ولدت في العراق. I live in Baghdad with my family، اعيش في بغداد مع عائلتي. When I was a child، من كنت طفل. I used to play with my brother in our garden. اعتدت اللعب مع أخي في حديقتنا. When I joined primary school، من بديت المدرسة الابتدائية. I met my friend أحمد. التقيت بصديقي أحمد. We used to study together. اعتدنا الدراسة معا. I was good at math and English. كنت زين بالرياضيات وبالإنجليزي. And I loved arts. وكنت أحب درس الفنية. In the intermediate school بالمدرسة المتوسطة. I faced some difficulties، يعني واجهت بعض المشاكل. But later everything was fine، بس بعدين الأمور جرت بشكل جيد. Now I am in the third intermediate، أنا بالصف الثالث متوسط. I want to be a pilot because I like traveling، أريد أصير طيار لأنه أنا أحب السفر. زين، هذا إن شاء الله كلش مهم لأنه أجى بالدور الأول. هذا الإنشاء إجا بالتمهيدي. هواية مرات تكررت بعض السنوات الوزارية أنه الإنشاءات اللي يجيبها بالتمهيدي أو واحد من الإنشاءات اللي يجيبها بالتمهيدي يرجع يجيبها وين؟ يرجع يجيبها بالدور الأول، لأنه أغلب الطلبة يكون عليها مو مهمة وما أعرف شنو، فهذا مهم. اللي يجن هو والإعلان يجوي بالتمهيدي. زين، فنبدي الإنشاء الوحدة الخامسة هو عن برنامج تلفزيوني. فمن يشوفون TV program، يعني برنامج تلفزيوني. ف I watched an amazing program last night. يقول شاهدت برنامج رائع الليلة الماضية. It was really interesting. كان ممتع. About elephants، عن الفيلة. And it was very funny. كان مضحك جدا. There were some elephants by، هنا عندك S. Some elephants by a river. كان أكو هناك فيلة بجانب نهر. And they were very thirsty. وكان عطشانات يعني. There was a cameraman filming. كان أكو رجل كاميرا دي يصور أو مصور. And a reporter talking to the camera. وصحفي يتحدث إلى الكاميرا. When one of the elephants، عندما قام أحد الفيلة، blew water into the air، يعني نفخ هواء وين في الجو. The cameraman، المصور، and the reporter، والصحفي، got very، وتبللوا جدا. هذا إنشاء الوحدة الخامسة اللي هو TV program. من المهم جدا تعرف العنوان، لأن بعض الطلبة يعرف الإنشاء وما يعرف العنوان. زين، مهنة شخص، من يشوف كلمة a career، career معناها مهنة، career of a person you know، يعني مهنة شخص. راح تبدي تكتب name، الاسم، the present job، الوظيفة الحالية، duties، الواجبات، career history، تاريخ الوظيفة، advantages of the job، مميزات، disadvantages، سلبيات أو العيوب، plans for the future، يعني خطط المستقبل، name، الاسم، زيد علي، يعني اسمه زيد علي، present job، الوظيفة الحالية، English teacher at intermediate school، مدرس في مدرسة متوسطة، duties، الواجبات، teaches the students English and help them to speak fluently، تعليم الطلاب الإنجليزية ومساعدهم انه يحكوها بطلاقة، career history، تاريخ الوظيفة، after school UOB studied English 4 years، يعني درس قسم اللغة الإنجليزية 4 سنوات، teacher training course 2 years، وكورس تدريب المعلمين لسنتين. Advantages of the job، enjoys teaching young people، يعني متعة تدريس الشباب،
وparents are very nice people وأولياء الأمور ناس لطفاء جدا. Disadvantages يعني السلبيات. Sometimes the classes are hot يعني بعض الأحيان السوشي تكون جدا حارة. Plans for the future خطط المستقبل. Go back to university العودة إلى الجامعة. And study for MA ودراسة لي الماجستير. مقال قصير حول بلد هذا إجا بالدور الأول فأعتقد يعني ما راح يكون بديش الأهمية يعني هاي. فأنا حكيت هنا عن العراق. Iraq طبعا منشوف كلمة about a country يعني عن بلد. Country معناها بلد فأنت من هاي الكلمة تحدد الإنشاء. إنشاء الوحدة السابعة. Iraq is a quite big country in the southwest Asia. العراق بلد كبير في جنوب غرب قارة آسيا. It is home to around 40 million people. هو يضم جهد 40 مليون نسمة. The capital of Iraq is Baghdad. شنو عاصمة العراق؟ بغداد. Agriculture is very important. زراعة مهمة جدا. For the country's economy. بالنسبة لاقتصاد البلد. The main crops يعني المحاصيل الرئيسية are wheat, barley and dates يعني القمح والشعير والتمر. Oil is the main industry. النفط هو الصناعة المهمة في العراق. Iraq is beautiful country. العراق بلد جميل. ركزوا لي على هاي بلد جميل. With a great history. بتاريخ عظيم. Visitors to Iraq يعني الزوار لما يجوا العراق. Can see historical places يعني أماكن تاريخية. And visit holy shrines ويزورون المزارات أو الأماكن المقدسة. زين آخر إنشاء عندنا وهذا اللي أنا أشوفه مهم جدا. ليش أستاذ مهم؟ لأنه في السنوات السابقة كان محذوف لأن الوحدة الثامنة كلها كانت شنو؟ كلها كانت محذوفة وهذا ما يجى لا بالتمهيدي ولا يجى بالدور الأول. فهاي الثلاث إنشاءات اللي هنا هذه أنا أشوفها مهمة جدا. يعني مهنة شخص ومقال مقال حول بلد لا هذا لأنه يجب الدور الأول وموقف بسيط هذين الإنشاءين مهمات جدا. يعني حسب يعني المعطيات اللي موجودة عندنا هاي الإنشاءات مهمة جدا. Simple event happened with you يعني من نشوف كلمة simple event يعني حدث بسيط. Yesterday البارحة I felt bored شعرت بالملل so I went for a walk رحت شنو في جولة أو نزهة. In the park في الحديقة near my house بالقرب من منزلي. While I was walking along the winding paths يعني طرق المتعرجة I found a beautiful flower garden. لقيت حديقة ورد جميلة. I decided to sit on a bench nearby. قعدت على أريكة هناك. And enjoy the peaceful atmosphere. واستمتع بالجو اللطيف هناك. As I sat there بينما كنت أجلس هناك A beautiful butterfly landed on my hand. Butterfly يعني فراشة. Landed يعني حطت. وين؟ On my hand على إيدي. It was a magical moment. كانت لحظة سحرية يعني نقول. I will never forget. هاي أبد ما أنساها. هذا موقف بسيط حدث معك. هذا مهم جدا. مهم 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 جدا. زين. بالنسبة إلى الستوري تايم يا شباب اللي بقانا هم ستوري تايم الوحدة الخامسة و والسادسة والسابعة. بالنسبة إلى قصة الوحدة السابعة الوحدة الخامسة عفوا شنو هاي صفحة 60 الوحدة الخامسة A powerful lesson to everyone. طبعا هاي القصة تحكي عن شخص اسمه سلام. هذا سلام طالب إعدادي طالب مدرسة. سلام راد يكتب تقرير لمجلة أو جريدة الصباح فراح إلى مطعم في بغداد فكتب عن قصة صارت قدامه. شنو هاي القصة؟ أحد الأولاد إجا هو وأبوه للمطعم وكان أبوه رجال كبير فكان لمن يأكل يوقع أكل على ملابسه. فالناس هناك اشمأزوا من المنظر لكن الابن ما التفت لهم ولا خلى باليهم. ورا ما خلص والده الوجبة أخذ إلى الحمامات وغسله وبعدين طلع من المطعم. قبل لا يطلع أحد اللي كانوا موجودين قال له كلمة كلش حلوة. قال له أنت تركت أمل لكل أب وتركت درس لكل ولد أو لكل ابن. فهاي القصة راح نأخذها على شكل سؤال وجواب. فالسؤال الأول يقول لك which newspaper ran the competition. which معناها أي ونewspaper معناها جريدة يعني أي جريدة ran the competition تقوم بالمسابقة يعني أي جريدة من الجرائد تقوم بالمسابقة. طبعا الجريدة كانت هي جريدة الصباح. بس خلي أبدل القلم
فتكتب بالجواب هنا فقط الصباح نيوز بيبر. زين وير معناها اين، انتبه لزين لاداه السؤال هاي معناها اين. سلام صديقنا سلام، رايت يعني كتبه، ريبورت تقرير يعني اين كتب سلام مقاله عفوا او تقريره، مقاله الاول. من نشوف وير وريبورت وسلام يعني اين كتب سلام مقاله الاول، راح تقول هنا بيج نيو ريستورانت، في مطعم جديد وكبير. وين؟ في بغداد. هنا بيج نيو ريستورانت ان بغداد. زين وات معناها ما او ماذا؟ هنا عندك كلمه تو ثينكس، هاي كلش مهمه. تو ثينكس يعني شيئين. شنو الشيئين اللي سلام اخذهم وياه؟ سلام تيك وذ هيم. شنو الشغلتين اللي اخذن سلام وياه؟ هنا شغلتين نوت بوك وكاميرا، هيش تحفظهن نوت بوك اند كاميرا. الواي معناها لماذا؟ واي وير ذا كاستمرز، كاستمرز يعني زبائن. Disgusted يعني مشمئزين أو شعروا بالاشمئزاز. With the old man من الرجل العجوز. كلمة disgusted هنا مهمة جدا، customers مهمة جدا، والواي مهمة جدا، تقرب لك معاني السؤال. فنجي ليش الزبائن الأفندية امتعضة وضاجة من الرجل العجوز؟ راح نقول because he dropped، لأنه أسقط food طعام on his shirt and trousers، لأنه أسقط الطعام على قميصه وبنطاله. زين السؤال الخامس after the meal، هاي تحت خط after the meal يعني بعد الوجبة. what did the boy do، ماذا فعل الولد، شنو اللي سواه الولد بعد الوجبة؟ راح تقول he took the old man to the washroom and cleaned him. he took the old man، هو أخذ الرجل العجوز to the washroom إلى غرفة الحمامات and cleaned him، وقام بتنظيفه. زين what did the boy leave behind in the restaurant، what معناها ما او ماذا، leave يعني تركه، in the restaurant في المطعم يعني ماذا ترك الولد، boy معناها ولد، في المطعم شنو الشيء اللي تركه، a lesson to every son يعني ترك درسا لكل ابن، a lesson to every son، وبعد وأملا لكل أب and hope to every father. زين هنا عندنا قصة الوحدة السادسة unit 6 اللي هي hard work pays. طبعا هاي القصة تحكي عن داليا بنية طالبة كانت تحب المدرسة وصديقاتها غنيات ما يحبون المدرسة. طبعا هي والدها متوفين فهي عايشة with her grandparents ويا أجدادها، ما كانت فقيرة بس ليست غنية، يعني مكتوب بينها she was not rich يعني ما كانت غنية بس ما نقول فقيرة. يعني ورا ما خلصت دراستها الإعدادية بدأت تدرس في مزرعة، إنه تدير المزرعة، تدير الأمور المالية للمزرعة. فكان من واجباتها إنه مثلا اختيار البذور، تصدير المنتجات، هاي كانت مهامها. فنجحت بالمزرعة وزادت إنتاج المزرعة، زاد بالنسبة لداليا، والمزارع قام يدفع لها أجور أكثر، راتب أكثر. يعني بعدها هي فتحت عملها الخاص بها. شنو هذا عملها الخاص بها؟ يعني عملها الثاني بجانب المزرعة، يعني النيو بيزنس مالتها. عملها الجديد كان إنه تعطي نصائح بالإدارة المن للمزارع الأخرى. فنجي نشوف الأسئلة الأولى. هاو معناها كيف، was داليا different يعني كيف كانت داليا different يعني مختلفة from her classmates. classmates يعني زميلاتها بالمدرسة. شو كانت مختلفة عنهن؟ يقول داليا is not rich، ليست غنية، هاي مترجمة، لم تكن داليا غنية. بعد and she enjoys school، وتحب المدرسة، هاي هي مو غنية وتحب المدرسة. صديقاتها العكس تماما، her classmates are rich، صديقاتها شنو؟ غنيات. And do not like school، وما يحبن المدرسة. طبعاً هم الأغنياء دائماً ما يحبون المدرسة. يعني what job did داليا get after school، يعني يقول ما الوظيفة التي حصلت عليها داليا بعد المدرسة، شنو كان عملها بعد المدرسة. هاي كلمة after school مهمة، يعني job يعني وظيفة، فشنو الجوب اللي حصلتها؟ راح نقول working on a farm يعني عمل في مزرعة أو تعمل في مزرعة. هاي أسئلة كتاب الطالب، هاي أسئلة كتاب التمارين مهمة جدا.
هنا يقول لك who did Dahlia live with. live معناها يعيش, يعني ويا من تعيش هي. her grandparents ويا أجدادها. هدى and مريم, هدى ومريم إيش بيهم؟ studied hard at school, يعني درستا بجد في المدرسة. هدى ومريم هذين صديقات داليا, هن كانوا يكرهن المدرسة. فالجواب شنو؟ false, يعني ما كانوا يحبن المدرسة أصلاً. هنا عندك what decisions, decisions مهمة جداً, خليها S. decisions يعني قرارات أو الإجراءات, القرارات اللي تقدر داليا تأخذها. make يعني تصنع أو تجعل about the farm, حول المزرعة. شنو الإجراءات اللي يسويها داليا المزرعة؟ أول شيء modernizing the farm system, تحديث نظام المزرعة. بعد which seeds to buy, شراء البذور. marketing the products, تسويق المنتجات. الكلمات اللي يخلي تحتها خط هاي مهمة, يعني هي هاي الكلمات المفتاحية اللي تركز عليها بالترجمة زين. the farmer, المزارع. اختيارين, paid Dahlia a good salary, الطهارات بزين. لو started a new business, لو بدأ عمل جديد. when the farm starts to turn a profit, من بدت المدرسة, من بدت المزرعة, المدرسة شنو؟ المزرعة الدر أرباح. فالأبو المزرعة سوى paid Dahlia a good salary, دفع الداليا راتب زين, مو افتتاح عمل جديد, لا, paid Dahlia a good salary زين. what did Dahlia, خشو خيلي خطعة كلمة new business, new business يعني عملها الجديد. شنو كان عمل داليا الجديد؟ راح تقول give management advice, اعطاء نصائح إدارية. بالنسبة إلى النقطة F, هدى and مريم were فراغ about Dahlia's success. من نشوف هدى ومريم هذول صديقاتها, were فراغ, happy سعداء, لو angry غاضبين, لو كانوا متفاجئين, كانوا متفاجئين بمن؟ بنجاح داليا, حول نجاح داليا. صديقاتها كانوا شنو؟ متفاجئات, surprised زين. بالنسبة إلى القصة الأخيرة يا شباب, وهنا بالنسبة للطالب اللي وصل هنا وشاف الـ 14 فيديو كلهم, أنا أحب أكد لك بأنه أنت سويت عمل ممتاز ولك حق تفتخر بنفسك أنه وصلت لهنا. وراح تروح هسه القناة التليجرام, راح منا ورايح نبدأ ننزل اختبارات وتختبر نفسك وتشوف نفسك. بس إذا وصلت لهاي المرحلة من الفيديو الأول للفيديو الأخير, ثبتها بتعليق, خلي نشوف كم واحد وصل من أول دقيقة إلى آخر دقيقة ويانا زين. هنا عندنا صديقنا عمار رادي ينظف المدرسة مالته, شافها متسخة, وكلكم تعرفون القصة بأنه رادي ينظفها واحدة ما دبرها. بعدين اتصل بأصدقائه, أصدقائه اتصلوا بمعارفهم, وبعدين معارفهم كل واحد جاب آلة معينة ونظف المدرسة. بعدها بداية الدوام كافئوهم. فهي هاي القصة, يعني قصة عمار. هنا السؤال الأول, why did عمار call his friend, ليش عمار call اتصل بصديقه؟ because he needed help with cleaning the messy school ground, لأنه راد مساعدة في تنظيف أرضية المدرسة. ليش اتصل؟ لأن راد مساعدة. هنا هاي الأسئلة اللي موجودة بكتاب التمارين. عمار سافر when he walked past the school, يقول عمار لما مر من قدام المدرسة شنو اللي شافه؟ شاف a messy school ground, أرضية, أرضية مدرسة فوضوية زين. البي عمار couldn't tidy, tidy يعني يهذب أو يرتب. عمار couldn't tidy the school ground alone, لم يستطع عمار تنظيف أرضية المدرسة وحده, صح؟ هاي true زين. Who bought the lawnmower? Who يعني من؟ Bought, اشترى. The lawnmower, جزازة العشب. Fahad's brother, من هو؟ أخو فهد اللي اشتراها. زين. هنا عندنا آية, لو آية sister knew someone who could bring new plants. Bring new plants يعني منو يجيب نباتات جديدة. احنا قلنا كل واحد اتصل بمعارفه. فآية تعرف شخص شراح يجيب لهم new plants يعني نباتات جديدة. the teachers and parents, المعلمين والآباء, where فراغ,
with the students hard work. كانوا شنو بيهم؟ يعني الآباء والمدرسين كانوا شنو؟ كانوا delighted and impressed، مسرورين ومعجبين. زين هنا عندنا سؤالين جوابهن واحد، هذا سؤال وهذا سؤال جوابهن واحد. هذا جوابهن What happened to the students when the term began؟ يقول ما الذي حصل للطلاب مع بداية الفصل الدراسي؟ What was the students reward؟ ماذا كانت جائزة الطلاب أو ما كانت جائزة الطلاب؟ راح نقول they received a certificate، استلموا شهادة، and were made، وتم جعلهم the environment يعني ambassadors، سفراء البيئة for the school، في المدرسة. وهنا نكون خلصنا المراجعة المركزة بدون قطع الكتاب، وهاي 90 درجة المضمونة بإذن الله. كل طالب وصل لهنا، وصل لنهاية الفيديو وبدأ من البداية وصل لهنا، أتمنى لكم التوفيق يا ربي برحلتكم، وإن شاء الله تنجحون وتجون تبشروني على قناة التليجرام بدرجاتكم الزينة وعبوركم للإعدادية وخلاصكم من الثالث. شكرا للمشاهدة، شكرا بقادم السل يعني بقادم الأيام، سواء كان في الرابع أو الخامس أو السادس الإعدادي. شكرا للمشاهدة، شكرا في الفيديو القادم إن شاء الله.